العالم كله بيتكلم على مصر، قمة المناخ في شرم الشيخ، قمة 27، رسائل مهمة من الدولة المصرية ورسائل تخرج من هنا من شرم الشيخ. خلينا نتابع كل هذه القضايا والتفاصيل مع السيد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس المؤتمر. ست وزير تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من لحد دلوقتي، وصلنا لفين النهارده؟ اليوم الرابع. إيه النتائج لحد النهارده؟ العالم كله ينتظر نتائج، ينتظر تنفيذ بدل من اللي حصل على مدار السنوات الماضية مجرد قرارات. قمة التنفيذ كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأمر. يعني احنا لازم نتناول المؤتمر في مجمله. نعم. المؤتمر بيستغرق حوالي أسبوعين وربما ما يزيد بعض الأيام. المؤتمر مقسم إلى الفترة اليومين الرئاسيين، والحمد لله تموا على خير، ونعتبر أن هم يدخلوا في إطار التنفيذ لأن يجتمع هذا العدد من زعماء العالم ليعبروا بشكل واضح في كلماتهم وفي تفاعلهم على مستوى الموائد المستديرة العديدة اللي بتتناول موضوعات بعينها، القضايا المرتبطة بتغير المناخ والالتزامات التي يقطعونها على أنفسهم. كل ذلك يعتبر قدر منه يصب في التنفيذ للمشاركة والإعراب عن الإرادة السياسية، وأيضا التفاعل والاشتراك في أحداث حقيقة هي تعد من التنفيذ، مثل فخامة الرئيس السيسي ولقائه مع رئيس وزراء في النرويج أيوة. وشركات الهيدروجين الأخضر بتساهم في تنفيذ مشروع، أول مشروع للقارة الأفريقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. نعم. وطبعا هذا الإنتاج قابل للتوسع، كلما زادت القدرة على إنتاج الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة. أيضا مشاركة الزعماء في الحوارات المرتبطة بقضايا الأمن الغذائي، الأمن المائي، العمل على في إطار الطاقة، في توسيع رقعة المساهمة ونقل التكنولوجيا يصب في إطار التنفيذ. لكن بالتأكيد هناك التزامات أخرى مرتبطة بالمسار اللي بدأ منذ بداية مسارات الكوب، واللي أخذ أشكال في كوب كوبنهاجن بالاتفاق على توفير 100 مليار دولار سنويا وما تلا ذلك من تعهدات في إطار الالتزامات الوطنية المحددة. هذا يتم مراجعة إلى أي مدى، وأيضا رفع الطموح بحيث يكون هناك مزيد من التعهدات والالتزامات اللي يكون لها واقع وتأثير حقيقي على قضية تغير المناخ ومواجهة التحديات. ما تم في إدراج قضية طال مناقشتها على مدى 30 سنة، قضية الخسائر والأضرار، أن يتم إدراجها على جدول الأعمال استجابة لمطالبات على مدار 30 سنة للدول النامية تطالب وتلح وتؤكد أهمية هذه القضية لمصالحها. ده بيتم لأول مرة هنا. أول مرة. وبالتالي يعتبر يصبح هناك طبعا في حد ذاته هذا نجاح. وأتى من خلال مشاورات اطلعت بها الرئاسة المصرية خلال السنة الماضية، وأيضا خلال الأيام القليلة قبل بداية المؤتمر للاطمئنان إلى وجود التوافق اللازم وإيجاد هذا في إطار يقبله الجميع حتى تنطلق المشاورات بين الأطراف حول كيفية التعامل مع قضية الخسائر والإضرار وما هي الآلية التمويلية للتصدي لهذا المكون. بعض الدول قالوا إن في هذا السياق إن إحنا ما عندناش فلوس ندفعها للدول، لكن ممكن ندي تكنولوجيا. هذا الأمر هل يؤكد أن الدول في تراجعات، ولا سيادتك رئيس المؤتمر وشايف أنه لا، في إجراءات وخطوات إيجابية؟ يعني هذه الإجراءات الإيجابية لابد أن تترجم إلى نصوص قانونية مرتبطة بالمؤتمر وفعالياته حتى نطمئن إلى وجودها حقيقة، وأنها تعدت فكرة الوعود أو فكرة الحديث الغير مدعم من قبل نصوص يمكن الرجوع إليها.
لكن بالتأكيد أنه نقل التكنولوجيا من أشكال التنفيذ اللي بتطالب بها الدول النامية في توفير التكنولوجيا ونقلها إلى الدول النامية حتى تستفيد منها في إطار تنفيذها لمشروعاتها الخاصة، سواء كان بالتخفيف أو التكيف. فهذه من الآليات. التمويل عنصر مهم جدا، ولكن بجانبه لابد أن يكون هناك التكنولوجيا التي تستطيع أن تسهم في المشاريع التي تحتاج إليها الدول النامية. بعض الناس بيقولوا المؤتمر ده أنا هيفيدني في إيه؟ وأنا إيه العائد عليه من قيمة المناخ؟ إيه اللي بيحصل في شرم الشيخ؟ وليه العالم كده شايف الموضوع؟ أنا كمواطن مصري هستفيد إيه؟ وكعالم كمان كمواطنين هنستفيد إيه؟ يعني أولا مصر هي جزء لا يتجزأ من العالم، ومواطنين المصريين 105 مليون يعيشون على هذا الكوكب ينعمون بما يوفروا من موارد ومن عيش كريم، وأيضا لابد أن يكون هناك اهتمام لتأثير تغير المناخ على مقدرات هذا الشعب بشكل مباشر في إطار التصحر، في ارتفاع مستوى البحار وتعديها على الشواطئ المصرية، ولا قدر الله الاحتمالات بالتأثير على مناطق من الدلتا. في الوقت اللي بنشهد تطورات سريعة ومتسارعة بالنسبة للآثار المترتبة على تغير المناخ، أيضا إذا استمر التدهور في قضية المناخ فده بينتقص نعم. من الموارد المتوفرة اللي ممكن توجيهها نعم. إلى جهود التنمية المستدامة ورفع حياة المواطنين. فده على المدى المتوسط والقريب، ولكن هناك المدى البعيد، إن احنا لابد أن نراعي الأجيال القادمة، نراعي ليس فقط في وطننا ولكن على مستوى الدولي، إن هذا جهد تطلع به كل الدول، ولابد أن تطلع به وفقا لقدرتها لحفاظا على هذا الكوكب، لأنه ما قد يحدث في القارة الأمريكية من أي خسور واستمرار التدهور المناخ له أثر على مناطق أخرى من العالم من ضمنها مصر. رسالة الزخم الدولي الكبير اللي موجود في شرم الشيخ، قادة ووفود حتى موجودة، ده إيه الرسالة من هذا الأمر؟ لأنه كان في تشكيك ومحدش جاي، والحمد لله شفنا العالم جه إزاي. يعني من ناحية فالموضوع في حد ذاته هو موضوع يحظى باهتمام بالغ سواء على مستوى القيادات، وهذا الاهتمام على مستوى القيادات هو تعبير عن الاهتمام لدى الشعوب والمواطنين، والقيادات هي بتعمل لصالح ونيابة عن المواطنين. القدوم إلى مصر يأتي من على سبيل الثقة في أن مصر طالما كانت عنصر إيجابي في إطار المتعدد الأطراف، وأن لها تأثير وقدرة على العمل على خلق المناخ التوافقي الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الدولية، وهناك ثقة أيضا في قدرات مصر التنظيمية. هذا ليس أول حدث تطلع به مصر، يمكن تتذكر سيادتك مؤتمر الجامعة العربية والدول الأوروبية، ولم يكن مؤتمر صغير الحجم من حيث المشاركة، فوق يعني 27-28 دولة أوروبية و22 دولة عربية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية اللي كانت مشاركة في هذا المناسبة. فهناك ثقة في قدرة مصر التنظيمية، ثقة في أن مصر عندما تتولى رئاسة العمل المتعدد فتتولاه من منطلق الموضوعية، من منطلق المصداقية، من منطلق الرغبة دائما في الوصول إلى نقطة توافق تؤدي إلى تحقيق كافة المصالح المرتبطة بالأطراف، ولا تحاول أن تفرض وجهة نظر أو تعزز وجهة نظر على حساب أخرى. في بعض القادة ما حضروش، هل ده ليه تأثير؟ هل ده ليه في موقف؟ ولا وفوتهم موجود ولكن كقادة أتكلم على بعض الدول الكبرى؟ يعني ما رصدناه وما تلقيناه من اعتذارات هي كلها في الحقيقة لها مبرراتها اللي ممكن تفهمها. فهناك من القادة من هو يخوض
مسار انتخابي ومن الطبيعي ألا يستطيع أن يشارك، أو أن هناك ظروف داخلية تحول دون المشاركة. لكن أفتكر مشاركة 120 من القادة من الدول المؤثرة، من الدول النامية، صوت أفريقيا والمشاركة الأفريقية الواسعة ومشاركة من الدول النامية، كلها يعني تأكيد مرة أخرى على الاهتمام اللي بيوليه المجتمع الدولي للقضية والثقة اللي وضعوها في مصر باعتبارها الرئاسة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الموضوعية. سيد الوزير، شفت أنه في استهداف لمصر في ظل هذا المؤتمر، بنتكلم على العالم 8 مليار نسمة حول العالم، وبعض المنظمات بعض الدول بتتكلم على شخص متهم في قضية جنائية وبيتدخلوا في شأن القضاء، لأنهم النهاردة اتكلموا على مصر وأنه القضاء في مصر مش عادل. سيادتك بترد عليهم إزاي؟ يعني أنا مجرد أني هقول أن احنا ردينا بما يلزم وبما هو يؤكد مصداقية أولا مؤسسة من مؤسسات الدولة التي نعتز بها ولها تاريخ الذي هو فوق الشبهات، الهيئة القضائية المصرية. ولكن أنا أمتنع عن الخوض في هذا الأمر حتى لا يكون تحقيق للهدف المرجو، وهو تشتيت الانتباه عما تم تحقيقه من إنجاز تنظيمي خلال يومي الرئاسة، أو الاهتمام اللي يجب أن يتركز حول قضية وجودية ليست مرتبطة بمصر ولكن مرتبطة بوجود البشرية، بوجود مواطني العالم. أن يتم محاولة استغلال هذا الحدث لتشتيت الانتباه ومحاولة الاستفادة من الزخم المرتبط بهذا الحدث وإحساس الأطراف بالمسؤولية التي جعلتهم ينفقون هذه الأموال وهذا الجهد في الدفع بوفود على بهذا الحجم من عددية وبهذه القدرة التخصصية، هو أمر يجب أن لا ننساق إليه ونركز على القضية الوجودية الجوهرية العالمية، ولا نبالي بهذه المحاولات للتشويه أو للانتقاص. نحن أعلى من ذلك، ومصر قيمتها لا يستطيع أن ينول منها أحد ولا المطالبة بعملية الإفراج. وربما أثار رئيس الوزراء البريطاني خلال لقاء مع السيد الرئيس هذا الأمر. لا، زي ما بقول الأمر الذي نحن فيه هو أمر مرتبط بقضية دولية ومؤتمر دولي يجب التركيز عليه، وأنه أي إثارة لأمور أخرى هو تشتيت وانتقاص من هذا الجهد المبذول. سيادة الوزير، زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة القادم، ماذا عن هذه الزيارة؟ سددتنا اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه في كلام حوالين أيضا أنه أمريكا هتفتح ملف حقوق الإنسان في هذا اللقاء. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات عميقة، في مناسبات عديدة الطرفين بينتهزوا الفرصة لاستمرار الحوار على أعلى مستوى وعلى مستويات الفنية في إطار تقييم ومتابعة تنفيذ المجالات المختلفة اللي بتصب في مصلحة الجانبين وتقييمها وإعطائها الدفعة السياسية المطلوبة لخدمة مصلحة الشعبين. ولدينا حوار عميق يتناول القضايا الإقليمية والدولية، ويتم خلال هذه اللقاءات تبادل الرؤى والتقدير المرتبط بكيفية معالجة الأزمات التي نتعرض لها. ونحن عندما يثار قضية حقوق الإنسان فنحن لدينا دائما الاهتمام بأن تكون الحديث في هذا الأمر حديث موضوعي، حديث مرتبط بكيفية العمل على الارتقاء بقضية حقوق الإنسان ليس فقط في مصر ولكن في مجمل دول العالم. لا تستطيع دولة أن تقول بأنها قد نالت الكمال في قضايا حقوق الإنسان، ونرى من الأحداث ما يؤكد ذلك في كل الدول. فنحن عندما نتناول قضية حقوق الإنسان نتناولها في إطار اهتمامنا بالمواطن المصري، في اهتمامنا بالارتقاء بكل ما يهمه، توضيح ما اتخذته مصر من
إجراءات وجهد وإنفاق. نحن لدينا برامج غير مسبوقة لها أثر على مئات عشرات الملايين من البشر. نعم. حياة كريمة. نعم. وهي توفر حياة وحقوق إنسان المصري، وبالتالي تناول القضية من منظور شامل يشمل النطاق الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ليه مصر دايما الملف ده بيفتحوه كل شوية والتانية؟ ايه الهدف؟ يعني لكل تقديره، ولكن ما يهمني هو بأنه مصر الحمد لله تسير بخطى ثابتة ولها رؤية واضحة، وهناك ثقة في قيادتها السياسية، والشعب المصري لديه من الوعي ما يجعله قادر أن يفسر مثل هذه التصرفات. هناك حكومة إسرائيلية جديدة، ماذا عن قضية السلام في الشرق الأوسط، قضية مصر وقضية العالم العربي بالكامل؟ يعني بالتأكيد أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته وحقوق إنسانه. نعم. التي يجب أن تكون محل اهتمام وحرص وإثارة على مستوى كل دول العالم، في حاجة إلى أن يتم تحقيق إنجاز والتوصل إلى حل يحقق هدف ومصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا لن يتأتى إلا باستئناف المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. إلى أي مدى تتوفر الإرادة السياسية؟ نأمل أن تكون متوفرة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة عند تشكيلها، وسوف تظل مصر داعمة للحقوق الفلسطينية، عاملة على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. سيادتك، التقيت النهاردة أحد المسؤولين الأتراك في المشاركين في قمة المناخ، هل ده معناه أنه هناك تحرك في الملف التركي؟ أنا التقيت بأحد الأطراف المؤتمر بصفتي رئيس المؤتمر، ألتقي بكل الأطراف، أستمع إلى اهتماماتهم، شواغلهم، وهذا هو الإطار الذي تم فيه عقد هذا اللقاء. روسيا أعتقد أيضا مبعوث روسي سيادتك التقيت، والتقيت عديد من المسؤولين، تركيزهم على إيه؟ الملفات الأساسية اللي بيركزوا عليها؟ التركيز هو على القضية اللي نحن بصددها، قضية تغير المناخ، توقعاتهم، طموحاتهم، ما هم متوقعينه في الإطار التفاوضي، والمخرجات التي يتم بلورتها في نهاية هذا المؤتمر لتعزيز مسار التعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ. سيادة الرئيس التقى مع قادة من أوروبا وقادة من إفريقيا، ماذا عن هذه اللقاءات وجمالها سيادتك شاركت فيها؟ هي طبعا مصر لها علاقات متشعبة مع دول الشركاء على مستوى العالم، وكان طبعا في هذه اللقاءات مراجعة وتقييم لمسار العلاقات الثنائية، مجالات التعاون، قضايا الإقليمية والدولية، التوترات الدولية الحالية، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلم على المستوى الدولي، ونستمر في هذه التكثيف جهودنا للارتقاء بمجالات التعاون سواء مع شركائنا الأوروبيين أو مع الولايات المتحدة أو مع الدول النامية شركائنا، وبالأخص طبعا الدول الأفريقية الشقيقة بتحظى علاقتنا بها باهتمام وتميز. سيادة الوزير، ربما البعض تحدث عن 100 مليار اللي حضرتك اتكلمت عليها من شوية من قمة باريس أو كوبنهاجن، إلى الآن الدول لم تلتزم بهذا الأمر، النهاردة الكلام على تريليون دولار، الدول هتدفع إزاي ومين اللي هيتابع هذا الأمر، كيفية الإنفاق والتمويل للدول المتضررة؟ دي من القضايا طبعا، قضية التمويل هي قضية مركزية بالنسبة للتعامل مع تغير المناخ، وهناك تقدير بأنه المبدأ الأساسي هو المسؤولية المشتركة متباينة القدرات اللي لابد من مراعاتها، وبالتالي لابد من توفير الآليات للدول النامية لتطلع بمسؤوليتها في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية المناخ سواء من حيث التخفيف أو التكيف. التمويل وكيفية توفيره قضية رئيسية، والكل يعلم أنه 100 مليار كتعهد
كم هو شيء ضئيل لمواجهة تحدي بهذه الضخامة. ومن هنا الإدراك بأنه لابد من إيجاد وسائل أخرى تضاف إلى المساهمات الحكومية، سواء كان من القطاع الخاص، من مؤسسات التمويل الدولية، من مراجعة هذه المؤسسات لقواعد إجراءاتها لتتيح التمويل بتكلفة منخفضة بضمان للدول النامية تستطيع من خلالها تنفيذ التزاماتها واتخاذ من الإجراءات اللي تحمي مصالحها وتسهم في قضية تغير المناخ. ما يتم الاتفاق عليه هو رهن للتوافق والقرارات اللي يتخذها المؤتمر، لكن بصفة عامة هناك اعتراف من الكل انه هناك قصور وهناك فجوة في التمويل، يجب ان يتم سد هذه الفجوة طبعا في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة والضغوط الخاصة بالتضخم. هذه المهمة يزداد صعوبتها، ولكن استمرار وضعها واستمرار الاعتراف بها والعمل على سد الفجوة وزيادة القدرة على التمويل هو أمر لابد من التعامل معه بشكل واقعي وبشكل يعني يؤدي لتقدم خلال مراحل مختلفة للتعامل مع قضايا المناخ. ماذا عن دعوة السيد الرئيس عبد الحسيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية؟ وهناك تعاون وتجاوب من دول كثيرة حول هذه الدعوة، ردود الأفعال اللي وصلت متابعة حضرتك كوزير الخارجية. الرسالة هي رسالة متسقة مع السياسة المصرية الساعية دائما لتحقيق السلام والاستقرار وأهمية ذلك لتركيز الجهود على التنمية والبناء والعمل على توفير احتياجات المواطنين سواء على المستوى الوطني الإقليمي أو الدولي. فلا تستطيع دولة أن تركز جهودها في التنمية وهناك صراعات على حدودها أو في محيطها أو في الرقعة الأوسع من الصراعات والتوترات الدولية. ومن هنا دعوة الرئيس هي تصب في مصلحة عامة للنطاق الدولي ومصلحة خاصة في جهود المصرية والضغوط التي تتعرض لها مصر نظرا للأوضاع اللي تولدت عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العالمي. وكان بالتأكيد الردود الفعل الإيجابية تجاه الدعوة هي تقدير لما تسعى إليه من تحقيق السلام، تحقيق الاستقرار، التوجه دائما نحو ما هو إيجابي ومحاولة احتواء الآثار المدمرة والآثار القاسية على المواطنين من انتشار الحروب والتوترات. كرئيس للمؤتمر في ختام لقائنا، وانا بشكر حضرتك جدا وانا عارف عند حضرتك ضغط كبير جدا ولقاءات عديده، رساله سيادتك كرئيس لقمه المناخ كوب 27 للعالم اجمع من شرم الشيخ. اننا امام نقطه فارقه، نحن اطلقنا الشعار، المؤتمر هو شعار التنفيذ، لابد ان ترتقي طموحاتنا، ان تكون اجراءاتنا مؤثرة للتعامل مع قضية تغير المناخ. لابد أن يتم توفير القدرات والآليات التي تواجه هذا التحدي، وأنه إذا ما نجحنا فنحن نجحنا لأنفسنا وللأجيال القادمة، وإذا فشل المجتمع الدولي في هذا العمل فيكون قد تحمل مسؤولية وسوف يذكر التاريخ بأن تركنا هذا الكوكب ينحدر ولا يصبح صالح للأجيال القادمة. سيادة الوزير بشكر سيادتك، شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم.